أرميا 33. هاليلويا. وعدد 6. وارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، هذه الكلمات تتحقق معي في هذا الاجتماع. هأنذا أضع عليها رفادة وعلاجا. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، الرب يضع علي النهاردة رفادة وعلاج. أي شخص أتى إلى هذا الاجتماع يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى رفادة. أعلن إيماني أن الرب يضع يده عليك بالشفاء في هذه الليلة وأشفيهم. ارفع إيدك كده قول باسم يسوع، الرب يشفينا. هل دخلت إلى الاجتماع بمرض جسدي أو بمرض نفسي أو بمرض روحي؟ اعلن إيمانك واعلني إيمانك أن الرب هيشفيك. حينما ننظر إلى تحركات يسوع في العهد الجديد تجد أن الرب قد صنع شفاءات كثيرة جدا جدا. لم يذهب إليه شخص واحد تعبان ولم يشفيه. هل تؤمن أن الرب يشفيك في هذه الليلة؟ ارفع إيدك عالي كده باسم الرب يسوع، شفاء في اسم يسوع. هأنذا أضع عليها رفادة وعلاج. رفادة وعلاج يعني الرب يأتي على المنطقة التعبانة في حياتك ويعمل ايه النهاردة؟ يغطيها. زي ما شخص يبقى عنده جرح او عنده وعلشان يحفظه من انه الجرح ده يحصل فيه مضاعفات، او يغطي الجرح بعناية شديدة جدا. الرب يأتي النهاردة على اي جراح في حياتك ويغطي، بس بقى مش بقماش ولا بشاش ولا يغطي بايه؟ يغطي بالمسحة التي تصنع شفاء حقيقيا باسم الرب يسوع. الرب يأتي اليوم عليك ويضع رفادة ويضع علاج على المنطقة اللي انت دخلت بيها وهي محتاجة علاج حقيقي. الرب يستطيع ان يميز. حينما يكون الطبيب ماهرا ممكن انت تروح بتشتكي من تعب في منطقة معينة، بس الطبيب الحكيم، عارفين عشان كده كنا نسمي الطبيب زمان ايه؟ الحكيم. الطبيب ده عنده حكمة خاصة، مش لما هتروح تقول له المنطقة دي تعباني هذا يخليه على طول يفكر او يفهم انه يبقى اكيد المشكلة في المنطقة دي. لا، يسألك اسئلة تاني ويشوف حاجات تاني، وبعدين ممكن يقولك المنطقة دي تعبك، بس ده اللي تعبك ده ما هو الا رد فعل لحاجة اعمق، هي دي اللي احنا هنعالجها. يسوع النهاردة آتي لأشخاص في هذا الاجتماع، أنت موجوع في مناطق معينة ودي كل اللي أنت هي واخدة كل فكرك، والرب جاي بيقولك طب استسلم لي أنا الطبيب العظيم النهاردة، عشان بقى أنا مش بس أعالج الحتة اللي تعباك، لا أنا عايز أعالج الأصل بتاع التعب ده. حينما يشفي الرب المنطقة الأصلية اللي فيها التعب كل أعراض أخرى تشفى في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع. ده ممكن يبقى في حاجات انت تبقى شاعر انه في حاجات بتخرج منك كده، انت 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 غضوب مثلا، او انت شخص مش بتعرف تسيطر على نفسك، او ممكن زوجين مع بعض يبقى دائما في خلافات بينهم وكل التركيز بتاعك او كل التركيز بتاعهم ازاي يحلوا المواقف دي اللي فيها الخلافات. والرب النهاردة يقولك لا، استسلم كده. وانت النهاردة في هذه العظة، هذا هو إيماني. أنا الرب كلمني بوضوح بهذه الآية لهذا اليوم. هأنذا أضع عليها رفادة وعلاج وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة. أعلن لهم كثرة السلام والأمانة. ما هو لما الرب يشفيك، وعارف لما جسدك يبقى متقيد بتعب، متقيد بمرض، مش قادر تقوم، مش قادر تقعد، مش قادر، بس حينما تشفى تشعر ان القوة بتدب فيك. يا رب في اسم يسوع في هذه الليلة كثيرون يشعرون ان القوة تدب فيهم،
وأصلي لمن يتابع عبر الإنترنت، قوة الرب المعجزية تذهب إليك في بيتك وفي المكان، سواء كنت في مصر أو خارج مصر، قوة الرب المعجزية تذهب إليك وتصنع شفاء الآن، وتشعر إنه في أنت تفكيت من جوه. ارفع إيدك قول باسم يسوع، يا رب تعالى فكني من جوه، تعالى فكني يا رب من جوه في اسم يسوع. هللويا. تعالى تعالى انت يا رب. يمكن انا جاي بشتكي من علاقات في حياتي، يمكن انا جاي بشتكي من امور، يمكن في الشغل بتاعي فشل، يمكن انا جاي بشتكي من حاجه معينه، بس انت جاي النهارده تقول لي انا شايف اللي انت بتشتكي منه ده، لكني ساعالج الاساس بتاعه. هعالج الأساس. ممكن شخص بيغضب كثيرا جدا وينفعل كثيرا، لأنه لما يجي يقول للرب يا رب اشفيني من الغضب، الرب يقول له هشفيك من الغضب، بس عشان اشفيك شفاء تام من الغضب لابد أن اشفيك من عدم الأمان. ارفع ايدك قول باسم يسوع، يشفيني الرب النهاردة من عدم الأمان. لأنه في مرات أشخاص يغضب جامد قوي، يتنرفز وينفعل جامد قوي، بس مش لأنه هو شخص من الداخل جامد أو شخص حاد عايز يعور الناس اللي حواليه، أو لا، ده ممكن هو شخص شاعر بعدم الأمان، فأي حاجة بتقترب إليه يشعر أنها تهدد أمانه وتخليه يغضب. والرب النهاردة عايز يشفيك من الغضب بأن يشفي عدم الأمان. نرفع أيدينا كده، هاليلويا يا رب في اسم يسوع، في اسم الرب يسوع. ممكن شخص يبقى مستعبد لأمر واضح جدا ظاهر جدا، وكل صلواتك في هذا الاتجاه، الرب يكرم صلواتك بأنه يتعامل مع أصل أداء في حياتك في هذه الليلة. الرب يكرم صلواتك بأنه يتعامل، هو ده الطبيب الحكيم الذي حينما تذهب إليه مش بياخدك على قد عقلك، مش بيقولك انت راسك وجعك طب خد أسبرين، لأ، يبحث وراء هذا. ليه؟ لأنه حكيم، يريدك أن تشفى مما يسبب لك هذا الألم. يا رب في اسم يسوع اشفي النهاردة من أمور في الأعماق بتسبب الألم. إيش في النهاردة؟ ممكن شخص مندفع جدا في علاقاته، يعني ما يصدق يلاقي حد يقوله كلمتين كويسين كده، أو ما تصدق ويندفع في علاقة ويدخل، ممكن يقولك على واحد ده صديقي وصاحبي قوي قوي قوي، تكتشف إنهم لسه متعرفين على بعض. ليه بيبالغ في العلاقات؟ ممكن يجي للرب يقول له انا مش عايز ابالغ في تعبيري عن العلاقات يا رب، بس الرب سيستجيب لهذه الصلاه. ازاي؟ بانه يشفيه من الاحساس بالوحده، بانه يشفيه من الاحساس بصغر النفس. ما هو في مرات يندفع الشخص دائما تجاه علاقات، او يبقى تعبيره عن العلاقات في حياته اعلى من الطبيعي، لانه شعر بالوحده، فعايز يقول ان في ناس جنبي، عايز يطمن نفسه. ارفع ايدك قول باسم يسوع الشفاء في هذه الليله، يا رب الشفاء في هذه الليله، عتق في اسم الرب يسوع، عتق في اسم الرب يسوع. احد الكلمات النبويه على هذا الاجتماع، عتق في اسم الرب يسوع. يصنع الرب عتق، يصنع الرب عتق. لو في حاجه في الجسد، لو 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 الدراع تعبان، بس مش الاصل في تعب الدراع هو تعب العضلات او تعب، لكن ممكن حاجه في الاوتار، ممكن حاجه في 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 مراكز معينه، نعم يريد الرب ان يشفي هذا الذراع، بس الرب عايز يشفي من الاساس في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك وقول باسم يسوع، واي تعب في الدراع مرتبط بالعمود الفقري، او مرتبط بالفقرات، او مرتبط، ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع، يا رب الشفاء، شفاء شفاء شفاء، وشفاء للنخاع الشوكي في اسم الرب يسوع، شفاء شفاء في اسم الرب يسوع. اصنع يا رب الشفاء في هذه الليله، اصنع الشفاء في هذه الليله. هللويا. يقولك هأنذا أضع عليها رفادة وعلاج وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام. ليه بيربط السلام هنا بالعلاج وبالشفاء؟ لأنه طول ما الشخص مش مشفي، في حاجة تعباه، مش قادر يحيا في سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب في اسم يسوع اصنع الشفاء النهاردة، في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده واتحد معي، يصنع الرب شفاء في هذه الليلة، فيعلن بهذا الشفاء كثرة السلام والأمانة. يعلن لك الرب بالشفاء وأنه أمين لك،
مهتم بجسدك، مهتم بنفسيتك، مهتم بأي حاجة أنت بتشعرها، بأي ضعف، بأي حاجة في ظروفك. هل تعلن إيمانك معي أن الرب يهتم بكل دوائر حياتك؟ لأنه قال كده أنه يعتني بنا. هل تعلن إيمانك معي أن الرب يعتني بك، أن الرب لا أهملك؟ قال هذه الكلمات مرة واثنين في الكتاب، لا أهملك ولا أتركك لأنه يعتني بكم. أعلن إيماني أنه ما فيش دايرة في حياتي يا رب ليست تحت رؤيتك. أعلن إيماني أنه ما فيش، ارفع أيدك واعلن إيمانك معي، ما فيش دايرة في حياتي ليست تحت عنايتك أيها الرب. أعلن إيماني أنه الأمور الكبيرة قوي عندي، الأمور الخاصة ببيتي وبولادي وبصحتي، أمور كبيرة قوي، هذه الأمور تحت عنايتك أنت. وأعلن إيمان يا رب أن الأمور الصغيرة، الممتلكات، ويا رب نعم، وحتى والعلاقات حتى اللي مش عميقة، العلاقات اللي مع الجيران ولا مع، هذه أيضا في دائرة اعتنائك بي أيها الرب. ارفع إيدك واعلن إيمانك في اسم يسوع، أنت تعتني بي، أنت تهتم بي، أنت في هذه الليلة يا رب نعم هللويا تقول لي في بداية هذه العظة أنك تضع رفادة وعلاج، علاج 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 علاج، ليس علاج مؤقت يا رب، ليس علاج مؤقت يا رب، ليس علاج مؤقت، لكن في هذه الثواني، في هذه اللحظات، علاج جذري، علاج من الشخصية المهتزة. ارفع ايدك وقول باسم يسوع، لن أكمل حياتي بشخصية مهتزة. الرب هو أكثر شخص يعرف شخصيتك، يعرف نفسيتك، يعرف النضوج النفسي في حياتك. أنت ممكن ما تبقاش عارف، وأنا ممكن ما بقاش عارف، واللي حواليك ممكن ما يبقوش عارفين. زي ما في نضوج جسدي، في نضوج نفسي لابد أنه يصاحب النضوج الجسدي. في أشخاص بينضجوا جسديا بس نضوجهم النفسي مش بيحصل، مش قادر يعتمد على نفسه في انه ياخد قرار على نفسه. دي تشمل انه يعتمد على القياده، وانه بس يبقى هو اللي بياخد القرار بتاعه، مش قادر ياخد قرارات في حياته. ليه؟ نضوجه النفسي لم يكتمل. نرفع ايدينا وقول باسم يسوع، انت وعدت يا رب ان انت تحط النهارده رفاده وعلاج وتشفي وتعلن عن كثره السلام والامانه. تصنع هذا في هذا الاجتماع باسم الرب يسوع. نضوج نفسي يا رب، نضوج نفسي، نضوج نفسي، كيف أرى نفسي يا رب في اسم يسوع؟ كيف ترى؟ هل ترى نفسك مركز الأحداث ومركز الدنيا ومركز وكل اللي بيحصل حواليك؟ ولما أنت تبقى متضايق، تبقى شعر أن كل حاجة ملخبطة، في أشخاص يبقى هو في حاجة مضايقاه، فلما يجي يعبر يقول كل حاجة ملخبطة اللي حواليا، وده بيعمل ده. يا رب في اسم يسوع تعالى عالج أي أشخاص في وسطنا أو يتابعوا عبر الإنترنت، تعالى عالج من نقص النضوج النفسي باسم الرب يسوع. تشوف نفسك صح يا رب. نعم، ونرى أنفسنا كما ترانا أنت. ارفع ايدك كده واعلن إيمانك باسم يسوع، الرب يغير فينا اليوم فنرى أنفسنا كما يرانا الرب باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع يشفينا الرب، يشفي الرب من التردد، يشفي الرب من الانحصار في الذات اللي بيعمل تردد. يا رب اشفي النهاردة من التردد في اسم يسوع. نتحدث عن النهضات. نعم، يريد الرب أن يصنع نهضة غير عادية، وهذه النهضة بدايتها أنا وأنت وأنتي في اسم يسوع. هوريك دلوقتي ازاي في نهضات في الكتاب. شخص واحد شوفي من جوه الرب استخدمه في نهضة. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع، يا رب اشفيني من جوه، اشفيني، اشفيني بعمق يا رب قوي النهاردة. زيت، زيت يملأ هذا الاجتماع في اسم يسوع. تركيز، اشفي ذهني من عدم التركيز، اشفي أذهان الخدام يا رب نعم في هذا الاجتماع. أي خادم بيخدم في هذه الخدمة أو في مكان آخر، أو وتشعر أنك مش مركز، مش قادر تعمل خدمتك كما يريدها الرب. ليه؟ إيه مش مركز؟ تركيزك قليل، بتحاول تركز بس مش عارف. يا رب في اسم يسوع اشفي في هذه الليلة. واجه معي كده يا رب، واجه 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 واجه، خلي روحك تواجه النهاردة باسم الرب يسوع. واجه النهاردة أي علامات عدم تركيز، واجه باسم الرب يسوع. ثمر 30 قول باسم يسوع، تركيزي هيزداد لأن الرب هيشفي ذهني، الثمر بتاعي هيزداد، لن يظل ثمري 30 لكن يزداد، يبقى 60 ويبقى 100.
اشفي يا رب. ارفع ايدك كده عالي، الشعر الرب عايز يحط ايده على رؤوس كثيرة في هذه الليلة. يا رب اشفي، نعم في اسم الرب يسوع. سفر الامثال اصحاح 30، هاليلويا. امثال اصحاح 30، ده مرتبط بشفائك ومرتبط بالنهضة التي يريد الرب أن يصنعها. هل تؤمن أن الرب يريد أن يصنع نهضة في هذه الأيام؟ ارفع إيدك كده، هذا إيماني الداخلي. رب يريد أن يصنع نهضة، نهضة. النهضة دي واحدة أو أولى علاماتها إنه الخدام، إنه من يجتمعون مع عبادة الرب يحصل قفزة في حياتهم الشخصية، قفزة. يعني بدل ما نبدأ الاجتماع من نقطة معينة، لأنه حياتنا وعبادتنا في النقطة دي، في نهضة تحصل في الحياة، فالاجتماعات تبدأ من نقطة أعلى بكتير. وده يخلي الخطاة حينما يدخلون اجتماعاتنا يخلصون، ده يخلي المقيدين يتحرروا. لازم الخدام تبقى جاي جاهز ومكرس لأجل أن يستخدمك الرب. إذا أنت بتخدم في هذا الاجتماع أو بتخدم أي خدمة أخرى ولا تذهب إلى خدمتك جاهز ومكرس ومصلي ومركز، تحتاج أن تتوب وتيجي تقول للرب يا رب مش عايز أكمل كده، أنا أشعر في بعد خاص للخدام في هذه الليلة. يا رب في اسم يسوع ارفع ايدك، تعال نرفع ايدينا، اقول له لا اريد ان اكمل، ابقى جاي عندي دور في الاجتماع بقى مجرد دور، لا يا رب انا عايز نيران حقيقيه مركز. والتركيز ليس فقط فيما ينبغي ان افعله، التركيز ايضا في ابعاد المعركه، انه انا جاي عارف انا هعمل ايه، بس في حاجه اسمها معركه، يبقى ذهني الروحي منفتح انه ايه المناطق اللي العدو ممكن يهاجم منها، فليس فقط أداء دوري لكن سد الثغرات لكي لا يهاجم العدو. ارفع ايدك وقول باسم يسوع في يقظة. انتوا عارفين النهضة دائما يصاحبها نجاح، زي ما كنا بنقول الأسبوع اللي فات، فاكرين النجاح ده أحد مكوناته أن الرب يشير إلى الثغرات لكي ترمم. ما هو الشخص الناجح والجسد الناجح ده مش مجرد كلام كده، لا ده الرب يشاور لك على الضعف اللي خلاك تفشل المره اللي فاتت فادركته. يعني ايه انا في نهضه؟ يعني ايه انا في الارتفاع؟ يعني ايه انا بذهب من مجد لمجد؟ انه الخطا اللي انا عملته السنه اللي فاتت حينما اتت نفس الظروف انا لم افعل هذا الخطا. ماذا يعني ان انت يحصل خطأ فتجري وتعالج وتعمل وبعدين يجي بقى نفس الظروف اللي خلتك تقع في الخطأ ده او يبقى التقصير ده موجود، تيجي تتكرر بعدها بست شهور فانا كمان يتكرر نفس الخطأ ونفس التقصير؟ ده معناه انك لا تتعلم من اخطائك، هذه ليست عقلية نهضة. قول باسم يسوع، ارفع ايدك كده قول باسم يسوع يا رب اشفيني. ده ممكن يبقى على مستوى شغلك العملي، على مستوى عيلتك، على مستوى خدمتك، على مستوى استخدام الرب ليك. يا رب أشكرك لأنه أخطائي لن تجعلني أحصد ثمارها، لكن أخطائي ستتحول إلى دروس أيها الرب لكي لا أكررها مرة أخرى، وأنت تتم ما تفعله بي. هل تؤمن؟ هل تؤمن؟ ارفع إيدك كده عالي قول باسم يسوع أخطائي لم تتكرر في اسم الرب يسوع. شفاء شفاء شفاء، حط كده إيدك على ذهنك قول شفاء في اسم الرب يسوع، شفاء باسم الرب يسوع، شفاء شفاء شفاء. أمثال 30 عدد 29 يقول كده: ثلاثة هي حسنة التخطي. يعني 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 الخطوة بتاعتها الثلاثة دول، يقول لك الخطوة بتاعتها حلوة، يعني تحب تتفرج كده عليها وهي ماشية. ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن. دائما هو بيستخدم الطريقة دي، يقول لك ثلاثة وأربعة، يعني في عدد 21 نفس الطريقة يقول لك تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد إذا ملك، أحمق إذا شبع خبزا، شنيعة إذا تزوجت، يعني واحدة عندها صغر نفس ولم تتخلص منه، وأمة إذا ورثت سيدتها. فزي ما بيقول هنا ثلاثة وأربعة بيقول أيضا في عدد 29 ثلاثة هي حسنة التخطي، يعني الخطوة بتاعتها حلوة، أتأمل الخطوة بتاعتها، أتعلم من الخطوة بتاعتها.
وأربعة مشيها مستحسن. مين بقى الثلاثة والأربعة دول؟ يقولك الأول هو الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. ده لابد أن تتأمل في خطوات الأسد، تتأمل كده في أقدام الأسد دي وهي بتتحرك بالثقة، وهي ويقولك الأسد جبار الوحوش لا يرجع من قدام أحد، يعني هو بيخطو الخطوات بتاعته محسوبة، وبالتالي لأنه الخطوات محسوبة والخطوات قوية لما بيجي شخص أو حيوان آخر يهجم عليه أو ما بيرجعش من قدامه، هو عارف هو بيعمل إيه كويس. يريدك الرب أسد، ارفع إيدك وقول باسم يسوع، يريدك الرب أسد، وعشان تبقى أسد لازم تتعلم من أخطائك. عشان تبقى أسد، عشان الخطوة بتاعتك شبل سبيت زي ما بيقول في موضع آخر، شبل سبيت، لابد أن أتعلم من أخطائي. الأخطاء بتاعتي ما تخلينيش أهتز، لكن الأخطاء بتاعتي حينما آتي بها إلى الرب لا أتعامل معها بمفردي. ارفع إيدك قول باسم يسوع، مش هتعامل مع أخطائي بنفسي بمفردي. حينما آتي بأخطائي إلى الرب وأقول يا رب أنا غلطت، أنا ده حصل، طيب ده حصل ليه يا رب؟ ما هربش من أخطائي، ما حاولش أدافع عن نفسي. عارفين النهضات، كثير من النهضات الرب أقامها حول العالم لكنها لم تستمر، ما استمرتش. ليه ما استمرتش؟ لأنه لما بدأ يحدث أخطاء ما كانش فيه النفسية دي، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، اللي هي تقف قدام الأخطاء وتشاور تقول ده غلط لابد أن يصحح. ارفع إيدك وقول باسم يسوع، باسم الرب يسوع، كل حركة للروح القدس الرب بيعملها في وسطينا سنحافظ عليها حينما نكتشف أخطائنا، مش هنداري عليها، لكن سنقف زي الأسد وأقول باسم الرب يسوع، عندي خطأ هنا، الرب هيعالج الخطأ، أعترف لو في خطية جوه الخطأ، أعترف بالخطية، لو في خطأ أصححه بقوة الروح. هذه النهضات التي فشلت توقفت، يعني بالتأكيد الرب حفظ ثمرها لمرحلة معينة أو لدرجة معينة لكنها على الأقل خالص توقفت. هذه النهضات حينما تدرس تلاقي حاجات واضحة جداً، الأمور دي كانت محتاجة إيه؟ كانت محتاجة توبة، وكانت محتاجة تكريس، وكانت محتاجة تراجع. في مرات ممكن تاخد اتجاه غلط وتكتشف إنه غلط، تراجع عن هذا الاتجاه سريعا. ليه؟ لأن الرب يريد لهذه النهضة التي يصنعها الرب في هذه الأيام أن تدوم حتى مجيئه الثاني. ارفع إيدك وقول باسم يسوع. انتوا عارفين ده كان احساس نبوي كان عند ابطال النهضات من بدايه القرن العشرين. يعني في نهضه مشهوره، النهضه بتاعت ازوسا ستريت ريفايفل، دي نهضه خرج منها نهضات كتير قوي، كانوا بيعبروا عن نفسهم بان هم ايه، نهضه الايام الاخيره، وهم فعلا نهضه ايام اخيره. بس كانت مشيئه الرب ايه؟ ان تستمر. يمكن نتائج النهضه دي استمرت الى الان، بس النهضه نفسها ازوسا بقت مكان تاريخي. أؤمن أن الرب مش عايز نهضات تبقى مكان تاريخي. ارفع إيدك قول باسم يسوع. لكن عايز إيه الرب؟ عايز نهضة يطلع منها نهضة، يطلع نهضة، يطلع نهضة، بس الحركة الأصلية تظل نهضة. أحد الحاجات اللي الرب النهاردة بيشاور لنا عليها عشان حركة الروح تحفظ في وسطنا، أن نرى الأخطاء ونقف أمامها، أنه حينما تأتي تحذيرات نبوية عن أمور، خلي بالك برضو أبطال النهضات دول يمكن جات لهم تحذيرات نبوية بس لم ينتبهوا، تعاملوا معها بمقدار معين. يا رب في اسم يسوع حينما تأتي تحذيرات نبوية بتقول لنا في خطأ في هذه المنطقة، لا نتعامل مع التحذيرات النبوية بخفة. قول باسم يسوع، ارفع إيدك قول باسم يسوع. ولما الرب طبق ده على مستوى حياتك، لما الرب يبعت لك شخص يشاور لك على حاجه غلط في حياتك، او ما تقولش ده اصله بيحبنيش، اصله مش عارف، اصله ده، اصله ما لا، ده هو عارفين من نفس ضدي، لا ما تقولش كده، لكن خد الكلمه النبويه وامتحنها امام الرب، لئلا يكون الرب قد ارسل لك رساله نبويه تحذيريه مع شخص، اناء انت بالطبيعي مش بتقبله، فالرب عايزك تتضع عشان تقبل، وانت مش عايز تتضع فتفقد التحذير النبوي. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك وقول باسم يسوع،
يا رب لا أفقد تحذيرات نبوية. دي النهضة أحبائي، هذه النهضة. النهضة مش أمور محفوظة، النهضة مش إنه دائما ببص على نفسي وفيش أخطاء عندي فنفنا، لا، النهضة إنه لو في أخطاء هذه الأخطاء تصحح باسم الرب يسوع. يا رب في اسم يسوع، ارفع إيدك عالي وقول باسم يسوع، تريدنا أسود، تريدنا أسود، تريدنا أسود، تريدنا أسود. عارفين الأسد كل حاجة واضحة عنده، كل حاجة واضحة عند الأسد. ما الأسد ليس نوعية، ليس نوعية من الحيوانات اللي بيختبئ جوه جحر مثلا. مين اللي بيختبئ جوه الجحر؟ الفأر، وليس الأسد. ليه؟ ضعيف. الأسد مش كده، الأسد واضح، الأسد جبار الوحول، لا يرجع من قدام أحد. وطبعا يتكلم عن 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 حيوانين تاني، يقول لك ضامر الشاكلة، ده يقول لك قد يكون أحد أنواع الكلاب، أو قد يكون الزرافة، أو يعني ما فيش رأي واضح، بس بيركز على إيه هنا؟ على الخطوة بتاعته. والتيس، يقول لك التيس دائما يتزعم. قول باسم يسوع، حينما يعطيني الرب تكليف للقيادة أبقى في ملء الاتضاع، خاضع للرب، مقاوم إبليس. هل تشعر ان في مسحه قياده على حياتك؟ تعالوا نرفع ايدينا كلنا. محتاج ايه لو انت شاعر رب عايز يعمل منك قائد؟ محتاج اتضاع غير عادي. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك وقول باسم يسوع، اديني اتضاع النهارده. اتضاع، ايه اللي الرب بيكلمنا بيه؟ الرب بيكلمنا عن في هذه السلسله عن اسس وعن تعبيرات وعن مفردات النهضه في حياتنا الشخصيه، لكن ايضا كجماعه في اسم الرب يسوع. يقول لك بقى والملك، ده رقم أربعة، اللي هو أربعة مشيوها مستحسن، والملك الذي لا يقاوم. عارف إيه اللي يخلي العدو ما يعرفش يقاومك؟ إن أنت ما تبقاش متصالح مع أخطائك، مش إن أنت ما بتغلطش، لكن إن أنت مش متصالح مع أخطائك. ده يخلي العدو ما يعرفش يقاومك. ليه؟ لأنه حينما تخطئ تأتي بالتضاع شديد جدا وبتقول أنا أخطأت في هذا، يا رب تعالى على هذه المنطقة الضعيفة في حياتي. ارفع إيدك قول باسم يسوع. ولما أخطئ عمليا، لما أخطئ في الشغل، لما أخطئ في أخذت قرار وحدثت خسارة في العمل بتاعي، أجي للرب وأقول يا رب إيه السبب هنا؟ حينما يشير الرب إلى أمر غلط يقول لي بص أنت هنا تعاملت كأنه عندك خبرة كافية، ما عندكش خبرة، خليني أعلمك. آجي بقى للرب أقول للرب علمني، حط في طريقي أشخاص يعلموني. ليه؟ لأني أريد أيها الرب أن المشية بتاعتي أبقى من هذه الكائنات، إنجاز التعبير، حسنة التخطي. المشية بتاعتي، المشية بتاعتنا في النهضة في اسم الرب يسوع تبقى حسنة، تبقى جيدة، تبقى مستحسنة، نبقى من مجد المجد، نبقى من قوة القوة باسم الرب يسوع. مش بنداري على الرماد، لما بنلاقي فيه رماد لا، بننفخه لكي يبتعد، وباسم الرب يسوع ندعو الروح عشان ينفخ في نيران الروح فتشتعل في وسطنا باسم الرب يسوع. بص رومية، آسف، رؤية 5:5، ده عايزك تبقى أسد. ليه الرب عايزك تبقى أسد؟ لأنه هو أسد، رب أسد. رؤية 5:5، أحد ألقاب الرب في العهد الجديد، ليه بتكلم عن الأسد في بداية هذه العظة أو في الجزء الأول من هذه العظة؟ لأنه الأسد ده، الوجه بتاع الأسد ده وجه المسحة الرسولية، مسحة الإرسالية، مسحة الامتلاك، وجه الأسد، مسحة الأسد. في يوجد أربعة وجوه هتلاقيهم في كذا مكان في الكتاب، ويوجد أربعة مسحات هتلاقيهم في كذا مكان في الكتاب. أحد هذه المسحات وأحد هذه الوجوه هي إيه؟ وجه الأسد. وجه الأسد هو الوجه المشرق جدا في النهضات التي تتحرك لامتلاك أراضي جديدة. في وجوه أخرى، وجه النسر ايضا مشرق للرؤيه وللتمييز بس انا مشغول النهارده بوجه الاسد ده. فطول ما انت بتسمعني كده تعالوا نرفع ايدينا، اعلن باسم يسوع مسحه وجه الاسد تستقر علينا، مرعبين لاعدائنا في اسم الرب يسوع.
ومستمرين. الأسد مستمر، الأسد المسحة الرسولية، المسحة الإرسالية، الأبوستوليك أنوينتينج، يا رب في اسم يسوع تطلق في وصفنا لامتلاكات جديدة، لأنه نهضة يصاحبها نجاح. نجاح يعني امتلاكات. النهضة مش مجرد اجتماعات، النهضة اجتماعات أشخاص بيحملوا فيها حضور الرب ويخرجوا بهذه الأوجه فيمتلكوا في اسم الرب يسوع. حياتي بقت في حتة تانية، حياتي بقت مختلفة. عايز الناس تيجي عشان تتقابل مع الرب اللي غير حياتي، يحصل نهضة في اسم الرب يسوع. رؤية 5:5 ده هنا يوحنا كأنه في مشكلة. عدد 1 يقولك: ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. رأيت ملاك قوي ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ لم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. مش بس يفتحه ولا ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا. في مشكلة، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. قال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي. ليه؟ لأنه يوجد حل لهذه المشكلة التي أنت لا تجد لها حل. إيه الحل ده؟ هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. منطقة مقفولة، منطقة ما حدش عارف يفتحها. ممكن المنطقة دي تبقى في نفسيتك، ممكن تبقى في عيلتك، ممكن تبقى في حياتك. منطقة كأنها مغلقة، ما حدش عارف يفتحها، وانت واقف عمال تبكي مش عارف تعمل ايه. اسمع النهاردة صوت الرب هو بيقولك: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط هو ذا قد غلب. يعني ايه؟ يعني ما تخافش، ركز نظرك على الأسد. بص بقى اللي بعديها، لازم اقرا لك الاجزاء، الجزء اللي بعديها، لانه مهم جدا. يقولك: ورأيت. هو قال له ايه؟ هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا. فالطبيعي هنا ايه؟ حينما ينظر يوحنا يرى وجه الاسد. لا، تلاقيه بقى في عدد 6 يقولك: ورأيت فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. ليه؟ مع أنه واحد من الشيوخ ده أعلن عن الرب الأسد، لما يوحنا يبص يشوف إيه؟ شوف الرب خروف قائم كأنه مذبوح. عشان الرب عايز يعلمك كده من خلال هذه الأحداث في سفر الرؤيا، رب عايز يعلمك كده، عشان تختبر قوة الرب الأسد في حياتك لابد أن تختبر محبة الخروف الذي ذبح لأجلك. ما ينفعش. الموضوع مش صياحات، الموضوع مش مجرد شعارات، الموضوع لم في لمسة عميقة جدا حدثت، عرفت من خلالها أنه الرب المذبوح لأجلي، فامتلك القلب. لما امتلك القلب طرد الخوف، لما طرد الخوف وجه الأسد استعلن. في أمر عميق لابد أن يحدث. ارفع إيدك وقول باسم يسوع: يا رب تعال علي النهاردة في اسم يسوع، تعال علي النهاردة يا رب، فأراك خروف قائم كأنه مذبوح. لأنه قائم ليه؟ كأنه مذبوح لأنه ذبح واشترانا، بس الآن هو قائم، في أثار الجراح في يدي بس هو قائم، خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون. يعني بص بقى هنا اهو، الخروف والأسد أو الحمل والأسد، كأنه الإزهارين موجودين في الحمل. ليه؟ لأنه له قرون. يشير إلى إيه؟ إلى أنه خروف قوي كالأسد، وله 7 عيون. يعني إيه؟ يعني مميز، يرى في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. من الذي في مرات يأتي ويشير إلى أخطائك؟ ده الأسد الذي يأتي في مرات وبمحبته كحمل قد ذبح لأجلك، ليس بالشكايات لكن بمحبته كحمل ذبح لأجلك. بيجي الأسد ويزقر. ليه؟ لأنك عايزك تكره الخطية، بس لازم تشوفه في كل مرة بيزقر
مش بيظهر عشان يخيفك، لكن بيظهر لكي يحررك، بيظهر لأنه هو الأسد، هو الحمل، هو الذي ذبح لأجلي، هو الأسد. قال له لا تبكي، هوذا قد غلب. دي ايه هوذا؟ يعني بيشاور له، بيقول له هوذا. فيبص كده يلاقي ايه؟ يلاقي خروف قائم كأنه مذبوح. عارف ليه النصرة بتبقى مسلوبة في حياتك المرتبطة بوجه الأسد؟ لأنك في مرات اتصالك واتحادك بالخروف المذبوح لأجلك بيحصل فيه خلل، بيحصل فيه بعد. ارفع ايدك قول باسم يسوع، يا رب أدركك كأسد. هللويا. أدركك كأسد وأدركك كخروف قائم، وجهين مهمين جدا. أيوة يا رب في اسم يسوع، الوجهين دول يطلقوا الإرسالية بتاعتك. حينما تتقابل مع الرب الحمل، الخروف المذبوح الذي غفر خطاياي، الذي قبلني، الذي هو مدرك لضعفي، بيجي بالدم زي ما أخذ لك آية دلوقتي. في عبارة كده الرب لمعها جوايا لأجل هذا الاجتماع، ينبوع الدم من الجنب المجروح، رب عايز يشفيك من خلاله. ينبوع الدم، في ينبوع دم، في ينبوع دم. هللويا. سالة من الرب من الجنب المجروح. بس عارف الرب وهو على الصليب والدم ده بيسيل منه، هو أسد، هو حمل خروف ومذبوح اهو، بس هو اسد. تقول لي جبت منين الكلام ده؟ اقول لك تعالى اذهب معي الى تكوين 49، نبوه عن يهوذا. وطبعا النبوه مسيانيه، يعني بتشير الى الرب يسوع. ليه بعمل لك الربط ده؟ لاني اريدك ان ترى الرب الذي يريد أن يعالج أخطائك النهاردة كخروف مذبوح، علاج أخطائك في الدم. بس هو بيعمل كده، هو بيعمل كده كأسد، يريد النهاردة أنه يظهر في وجه العدو اللي يمكن أخطائك تبقى أو جزء منها بسبب امتلاك العدو لك. لابد أن ترى الرب الخروف المذبوح بيقترب. عارف لو ما شفتش الرب خروف مذبوح حينما يظهر ضد الخطية في حياتك ترتعب. بس إذا رأيت الرب كخروف مذبوح حينما يظهر ضد الخطية، يظهر دي يعني ممكن يظهر من خلال الكلمة، يظهر من خلال مرشد روحي، يظهر من خلال شخص معاك في الجسد، بس تجد إنه في حاجة في حياتي ظهرت، في حاجة في حياتي لا ترضي الرب، فظهر الأسد. عارف لو أنت مش مدرك للرب الخروف المذبوح الحمل، حينما يظهر ترتعب منه وترجع وتبقى، بس حينما تكون مدركا للخروف المذبوح ويظهر كأسد لن تهرب منه، لن تجري منه. امال هتعمل ايه؟ هترمي نفسك عنده. اللي بيخلينا في مرات حينما تظهر اخطائنا نهرب، نجري، عايز اداري الاخطاء بتاعتي. ايه اللي بيخليك في مرات ان انت هنا شفت وجه الاسد لكن انت مش مدرك الخروف المذبوح لاجلك؟ شفت يسوع اللي بيكره الخطيه؟ الرب يكره الخطيه، الرب لا يكره الخاطئ، الرب يكره الخطية، يكره الخطية. شفت يسوع بيكره الخطية في زئيره، في 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 خادم أو في بدأ يقولك ده هذا خطأ في حياتك وهذا، سمعت الزئير. لو أنت مش عارف الحمل الذي ذبح لأجلك، الخروف الذي ذبح لأجلك، الزئير ده خليك ترجع ورا، خليك تهرب. يا رب أي حد هرب بسبب زئير لأنه لم يعرفك كخروف مذبوح، أصلي يرد في هذه الليلة باسم الرب يسوع. ارفع ايدك قول باسم يسوع. اي شخص يا رب هرب في اسم الرب يسوع حينما سمع زئيرك ايها الرب كأسد. بص عشان الرب يأكد بقى، يتحدث عن نفسه وهو على الصليب ايضا كأسد، عشان يقولك انا هويتي لا تنفصل، انا حمل مذبوح لاجلك، انا خروف قائم، انا وانا ايضا اسد. في تكوين 49 نبوة في عدد 8، وخلي بالك عشان اخش من هنا على التسبيح. وزي ما قلت لك في المره اللي فاتت انه اي نهضه على الاقل فيها شقين مهمين جدا، التسبيح والعباده، تحدثنا عن يداه، عن رفع اليد في الاسبوع الماضي، وفيها ايضا ايه؟ فيها تعليم. لابد انه حركه الروح لازم يبقى فيها تعليم، لازم يبقى فيها الروح يتحرك بصحبه الكلمه،
ليست إظهارات. لما تلاقي نهضة فيها إظهارات لكن ما فيهاش عمق حقيقي في الكلمة تحذر، أقف حذر، ما لا تنبهر بالإظهارات في معزل عن الكلمة. قول باسم يسوع، ارفع إيدك قول باسم يسوع. نعم الإظهارات عمل الروح، نعم الإظهارات دي حاجة الروح عايز يعلن عن نفسه من خلالها، لكن إظهارات بدون عمق في الكلمة ينبغي أن تقف وتتحذر. ليه؟ لأن الروح حينما يعمل لابد أن الكلمة. يا رب في اسم يسوع، قول باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. بص يقول لك بقى يهوذا سبط التسبيح. طبعا العارفين كل سبط كان ليه راية، فالراية بتاعت السبط بتاع يهوذا ده عليها أسد، وفي مرات يحطوا مع الأسد ده يحطوا تاج أو يحطوا ده بقى الملك أو يحطوا آلات موسيقية، بس الحاجة الأساسية إيه؟ أسد. ارفع إيدك قول باسم يسوع، نكون أسود في تسبيحنا، ونكون أسود في خدمتنا للرب في كل ما يتعلق بالصوتيات بالأوديو نكون أسود، ما ندريش أخطاء لكن باسم الرب يسوع نكشف ونعالج في اسم يسوع. ارفع إيدك قول باسم يسوع، نكشف الأخطاء، لا نداري على الأخطاء باسم الرب يسوع. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك. شوف ده إيه يهوذا، ده إيه سبط التسبيح. يعني لما الرب كده يريد أن يثقل يده على قفا الأعداء، مين اللي الرب بيستخدمه؟ سبط يهوذا. عشان كده النهضات فيها تسبيح قوي. ليه؟ لأنه سبط يهوذا ده سبط التسبيح. سبط تقول لي طب أنا ولا صوتي حلو ولا بعرف أعزف ولا أبقى من السبط ده، أقول لك مسح التسبيح دي لكل مؤمن في العهد الجديد. أنت تقدر تقف ترعب مملكة الظلمة، ترعب مملكة الظلمة حتى لو أنت صوتك في الطبيعي مرعب للناس اللي حواليك. يعني مش المهم صوتك مرعب للناس اللي حواليك ولا لا، المهم أن صوتك يبقى مرعب لمملكة الظلمة. قول باسم يسوع، ارفع ايدك قول باسم يسوع، قول في اسم الرب يسوع. انتوا عارفين في مرات اقول لكم كده يعني بعض التفاصيل الداخليه، في مرات الناس بتوع الفوكال او فيقولوا مثلا انا صوتي تعبان، فاقول له اقف وانت صوتك تعبان. ليه؟ لانه مش قصه صوتك تعبان ولا صوتك تعبان، القصه الهتاف اللي خارج منك ده خارج من قلب اسد سيرعب مملكه الظلمه حتى لو صوتك تعبان. فلو انت بقى اصلا صوتك مرعب يعني خليها مرعب. قول باسم يسوع، الرب يستخدم تسبيحي بقوه غير عاديه، وابقى ماشي في الشوارع كده ابقى ماشي وانا بسبح الارواح الشريره تهرب، وانا بسبح وانا خارج من جوايا ننغم. عارف كتابي يقول لك ننغم بجبروتك، ننغم بجبروتك، مش ده حتى مش بيرنم مش بيغني مش ننغم يعني شخص بينغم يعني طلع منه انغام. ده بيعلن ايه؟ ده بيعلن الرب الجبار في القتال. ما هي جبروتك دي يعني ايه؟ الرب الجبار في القتال، جبروت الرب دي صيغة تعظيم باسم الرب يسوع، زي ملكوت كده. ارفع ايدك قول باسم يسوع، تنغيم وتسبيح، هللويا. يدك على قفا اعدائك، يسجد لك بنو ابيك. يهوذا جار واسد، بص اهو هيدخل بقى فانه يهوذا ايه؟ اسد. وبعدين النبوة هتقلب الى نبوة مسيانية، نبوة عن الرب يسوع. ودي عادة العهد القديم، انه يبقى بيتكلم عن اشخاص او عن اسباط او عن جماعات او عن بلاد او ملوك بلاد، وتلاقي الحديث بقى ذهب الى الرب يسوع، او في مرات العكس. افهم لغة الكتاب، يقول لك يهوذا اياك يحمد اخوتك، يدك على قفا اعدائك، يسجد لك بنو ابيك. يهوذا جار واسد، من فريسة صعدت يا ابني، جسى وربض. يعني ايه؟ يعني هنا ممدد نائم كأسد وكلبوة من ينهضه. هنا الاباء، معظم الاباء يشوفوا دي ايه؟ يشوفوا دي اشارة للرب يسوع وهو ممدد على الصليب، اللي هي هنا ايه؟ جسى وربض كأسد
وكلبه، يعني ربط، يعني ممدد، يعني نايم، يربط يربط. قول في اسم الرب يسوع، الرب وهو ممدد لأجلي على الصليب أسد، كان أسد. وهنا من ينهضه يقولك دي علامة استفهام، لأنه مين؟ يسوع هو الذي هو الذي أنهض نفسه بالروح القدس، الآب هو الذي أنهض يسوع. فهنا القيامة بتاعة الرب دي إيه؟ دي عمل الثالوث، مفيش شخص من الخارج هو من أنهضه. يعني يسوع أنهض لعازر، يسوع قال لعازر هلم خارجا، مفيش حد قال يسوع هلم خارجا، هذا هو عمل الثالوث. عشان كده يقولك هنا من ينهضه. وبعدين عدد 10، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. يعني ايه؟ هنا بيتكلم عن السبط بقى بتاع يهوذا الارضي، يقولك السبط بتاع يهوذا الارضي ده يفضل الحكم في السبط ده حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. شيلون دي يعني ايه؟ يعني رئيس السلام. ده مين ده؟ ده يسوع. هيجي منين يسوع؟ من سبط يهوذا. ارفع ايدك وقول باسم يسوع، يا رب تتراءى فيا، تتراءى في تسبيحي. شوف الحكم هنا كأنه الحكم بتاع السبط يهوذا اللي هو السبط الأرضي يزول امتى؟ لما يسوع يستعلن. ممكن في أمور كأنها حكمة على حياتك، متى تزول هذه الأمور؟ حينما يستعلن يسوع بوجه الأسد. ما هو ده يهوذا وجه الأسد. حينما يستعلن يسوع بوجه الأسد في حياتك مرة أخرى كده، ارفع إيدك لو عايز ترفع إيدك كده، قول باسم يسوع، يا رب تستعلن في حياتي بوجه الأسد فيزول كل حكم طبيعي حكم على حياتي في اسم الرب يسوع. رابطا بالكرمة جحشه، ده يقولك النبوة بقى هنا عن دخول الرب الانتصاري، وبالجفنة ابن أتانه. وبعدين يقولك غسل بالخمر لباسي وبدم العنب ثوبه. الخمر هنا إشارة إلى عمل الروح والدم، وتلاقي خرج من جنب الرب يسوع دم وماء وبدم العنب ثوب، مسود العينين من الخمر. ده إيه؟ ممتلئ إلى كل ملء الله، سر أن يحل فيه ملء اللاهوت. يا رب أشكرك. ومبيض الأسنان من اللبن بدم العنب ثوبه. ارفع إيدك كده قول باسم يسوع، أعرف الرب كحمل، أعرف الرب كخروف قائم. دم الرب يبقى دايما هو اللي أمامي في اسم الرب يسوع، عشان أعرفه كأسد، عشان لما يشير على أخطائي مخافش وأتراجع وانحصر في نفسي، لكن لما يشير لأخطائي باسم الرب يسوع أتذكر أنه الخروف الذي ذبح لأجلي، فآتي إليه وأحتمي بدمه وآكل من رأسه، من أفكاره، ومن أكارعه باسم الرب يسوع، من 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 الخطوات بتاعته، نعم باسم الرب يسوع، ومن أحشائه، من المشاعر بتاعته، دي الأجزاء اللي كانوا بيأكلوها من الخروف. ارفع ايدك وقول باسم يسوع، آكل من رأس الخروف أفكاره، وآكل من أحشائه، آكل من مشاعره، وآكل من أكارعه، آكل من سلوكه وخطواته في اسم الرب يسوع. أتغير إلى تلك الصورة عينها، وزي ما الحمل ده وجهه الآخر أسد، حينما آكله هيشرق فيا وجه الأسد في اسم الرب يسوع، سيشرق فيا وجه الأسد. إيه أقصر طريقة عشان وجه الأسد يشرق فيك؟ أن تتغذى بالحمل. ايه اقصر طريقه عشان السلطان الرسولي الابوستوليك ده، السلطان اللي بيه تمتلك وتمتد يشرق فيك، ايه اقصر طريقه؟ الاتضاع. اقصر طريقه لاستعلان وجه الاسد انك تاكل من الخروف، انك تتغذى بالرب، انه لما تشوف خطايا في حياتك واخطاء في حياتك تحتمي بالرب على طول، تقول نعم اخطات، انا هنا اخطات. يا رب في اسم يسوع نختبر هذا التنفس الروحي. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع، بقاش قافل بقى، اوه يا رب نعم، من يكتم خطاياه ايه؟ لا ينجح. يعني ايه؟ يعني ضمنا مفعش يبقى في نهضة، نهضة ونجاح. يا رب في اسم يسوع ارفع ايدك كده قول باسم يسوع، لا اكتم خطاياه ولا اكتم اخطائي باسم الرب يسوع. بص بقى سفر العدد أصح 23،
ده حينما يستعلن فيك وجه الأسد. سفر العدد أصحاح 23 عدد 24. وهذا الشعب يقوم كلبؤة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. هل تؤمن أننا شعب يقوم كلبؤة ويرتفع كأسد؟ ارفع إيدك عالي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. آية أخرى في سفر هوشع، أنا بجيب لك آيات كده مختلفة وهنقل سريعا على جزء آخر. هوشع 11 وعدد 10، قول باسم الرب يسوع. بص ده بقى زئير الرب، مش مفروض يبقى مخيف. هوشع 11 عدد 10 تحدث عن شعب الرب، يقولك وراء الرب يمشون كأسد يزمجر، فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر. يا الزمجرة بتاعت الرب دي، لما الرب يزمجر مفروض بتعمل ايه؟ تجمع البنون. لما الرب يجي بموسم فيه تنقية، لما الرب يجي بموسم، معنى موسم تنقية يعني موسم امتلاك جديد. احنا عايزين نتعلم هذه المفردات. موسم تنقية يعني موسم امتلاك جديد على طول. حينما يأتي الرب كأسد ويشير إلى ضعفاته ويطلع الخزف بتاعي، ليه؟ عشان الرب يريدني أنا أمتلك امتلاكا جديدا، لأنه الأسد، وجه الأسد ده هو وجه الامتلاكات. كل مرة الرب أشار إلى ضعفات في حياتك، لم يشير الرب إلى ضعفات لكي يحبطك، لكن أشار لكي ينقيك، لكي تتسع دائرة امتلاكك. هل تؤمن؟ ارفع إيدك عالي كده وقول باسم يسوع، تتسع دائرة الامتلاك في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. هاليلويا هاليلويا. يهوذا ده التسبيح، وأشعر بقى هنا رسالة لكل مؤمن، لكن أيضا بشكل خاص للمسبحين، إنه سبط بتاع يهوذا ده سبط مستعلن في وجه الأسد، والرب يستخدمه عشان يده على قفا أعداء، وهو صولجان الرب في يد العدو. لكن لابد إنه تصلي، لو مؤمن طبيعي لابد أن يصلي، ولو أنت مستخدم في التسبيح لازم الصلاة تبقى عميقة جدا جواك، أن يحفظك الرب من محبة العالم. ليه بقول لك ده؟ لأنه الكتاب بيقول لنا، الكتاب بيورينا حاجات. يعني خد لك شواهد كده سريعة في نحمية، لو تتذكروا الأسبوع اللي فات تحدثنا عن البناء بتاع السور. بص في وقت البناء بتاع السور دوت، تلاقي في نحمية 4، يا رب في اسم يسوع، وعدد 10، نحمية 4 وعدد 10، ده هنا كان الأعداء بيقاوموا بناء السور. دي نهضة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، نهضة بناء، نهضة يريد الرب من خلالها أن يشكل الجغرافيا بشكل مختلف. فالأعداء مش ساكتين، يقول لك في عدد 7، ولما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والصغر ابتدأت تسد في نهضة. شايفين النهضة فيها إيه؟ ترميم وسد للصغرات. ارفع إيدك وقول باسم يسوع، كل عمل للروح يصنعه الرب في وسطينا، كل موجات نهضة يصاحبها ترميم حقيقي وسد ثغرات. بصوا حاجة على جنب كده، لو انت تسمعني كويس تفهم ان النهضة دي مش كلمة خفيفة. حد هنا؟ ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع، النهضة دي مش حماسة شباب كده، ولا حماسة كبار، ولا لا، النهضة دي عمل الهي له مقاييسه الالهية.
عشان كده زي ما كنت بقول لك المره اللي فاتت، لو انت جزء من عمل الروح في 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 نهضه، في عمل نهضوي، توقع انه حياتك تمتلئ نجاح. النهضه والنجاح وجهين لعمله واحد. ايضا النهارده بقول لك لو انت جزء من عمل الرب في حركه للروح، توقع ان حياتك تمتلئ بكشف الروح القدس للثغرات التي ينبغي ان ترمم، لانه النهضه دي عمل تقيل وليست عمل خفيف، ده عمل الهي تقيل. هل انت مستعد؟ ارفع ايدك بقى عالي كده في اسم يسوع، قول باسم الرب يسوع. هل صليت كتير يا رب تعالى حياتي بنهضه غير عاديه؟ اهي المفاتيح بتاعت النهضه. بيستجيب الرب ازاي؟ تقول تخيلت لما اقوله تعالى في حياتي بنهضة غير عادية، وانا بصلي في الأوضة بقى فجأة هيحصل لي مظاهر وهيحصل لي اشتعالات وهيحصل لي مش عارف ايه وهيحصل لي ايه. لما قلت له تعالى بنهضة غير عادية، راح مكلمني عن علاقتي بالجيران ازاي بفكر فيهم بشكل مش كويس. فين النهضة؟ ما هي دي السلمة الاولى في النهضة. اول ما تبتدي تستجيب روحك، تستجيب انت مش متقيد في منظر معين، انت روحك يا رب ايه العلاقه، علاقتي مالها انا؟ الرب يقول لك انت ده كل طول الوقت بتتكلم عليهم وحش، انت طول الوقت ممكن يبقى عندهم عيوب ومشاكل، لكن انا لا اريدك ان تتحدث بكلمات سلبيه، لاني لا اريدك ان تتحدث انت بكلمات سلبيه بغض النظر عن هم ايه. تبتدي تتوب، يبتدي روح يتحرك، وانت بتتوب روح يتحرك، تبتدي تفرح، بعدين بتبتدي تفرح تبتدي تتقوى لانه فرح الرب هو، وبعدين تخرج من الاوضه بتاعتك في نهضه ابتدت. مثل معروف جدا جدا السامريه، هقرا لك دلوقتي بعد دقائق قليله كيف صنع الرب بها نهضه. هل لقاء الرب مع السامريه كان في كلام عالي او كلام كبير، او لقاء الرب مع السامريه كان في ايه؟ كان في تعامل شخصي، بس تعامل الشخصي ده خرج منه ايه؟ خرج منه نهضه. هروح لها بعد 3 دقائق بس اخلص يهوذا. عدد 8، تآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضرر. دول مين الأعداء؟ فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراس ضدهم نهارا وليلا بسببهم. بيتعاملوا مع الأعداء الخارجيين. نحمية بص عدد 10، وقال مين يهوذا ده؟ مين؟ أسد. برافو عليكم. قال يهوذا إيه بقى؟ قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. ده سبط ايه؟ تسبيح. بيعمل ايه هنا؟ بيقول عكس التسبيح. حد واخد باله؟ لانه التسبيح مهم جدا، لانه سبط يهوذا مهم جدا في النهضات. العدو له حروب الخاصة مع هذا السبط. ايه الحروب الخاصة؟ ان هم هنا راحوا تنبأوا بالعكس، قالك ضعفت قوة، بيوصفوا اللي حاصل بدل ما عينيهم على الرب وعينيهم مرفوعة على الرب الذي يصنع عجائب، الرب الذي يأتي علينا ونحن ضعفاء، عينيهم مش فوق، عينيهم بقت تحت. قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر ان نبني السور. يهوذا ده مش دورك، انت دورك العكس، دورك ان انت تقول انه نقوم نصعد ونمتلكها. يبقى الوقت بتاع التسبيح الخاص بتاعك اللي دخلت الخلوة عشان تعبد وتسبح الرب، فجأة تلاقي اللي خارج منك عبارة عن رسائل الذات. يهوذا تحول إلى شخص يرسي لنفسه. ارفع ايدك قول باسم يسوع الرب يحررني في هذه الليلة. وانت كل واحد هنا يهوذا، ده مش فريق التسبيح ولا المسبحين فقط. كلام في مستوى لخدام التسبيح ممكن يبقى خاص اكتر من الاشخاص الطبيعيين، لكن هذه كلمات لكل شخص. هل يتحول كلمات فمك بدل ما انت عمال تعظم الرب لاجل اياته وعجائبه التي سياتي بها على حياتك، بقت كلها رسائل الذات، بقت كلها يا رب في اسم يسوع اشفيني النهارده. اصنع شفاء يا رب في اسم يسوع، اصنع شفاء باسم الرب يسوع. هنا ايه بقى؟ هنا 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 يهوذا، انا لسه ما جيتش لمحبه العالم اللي اشرت ليها من شويه، بس هنا يهوذا ايه؟ يهوذا انحصر في العيان. خلي بالك الانحصار في العيان كثيرا ما يؤدي الى محبه العالم.
تنحصر في العيان تشوف الضعف، تبتدي تبلع الحلول العالمية للضعف اللي انت شايفه. يا شايف ما عندكش موارد مادية مثلا، فعمال بتقتر وبترسي وعمال اهو بدأ بايه بلغة ما فيهاش ايمان، بعد شوية يبتدي بقى ايه العالم بقى يبهرك، تقول لا انا عايز ابقى ده، عايز اخد ده، وعايز ابقى ده، وعايز اعمل ده. ايه اللي حصل؟ حصل رساء للذات انحرف الى محبة عالم. طبعا الاثنين لا ينبغي ان يكونوا موجودين. ارفع ايدك قول باسم يسوع احفظني يا رب. بص يشوع 7 ده الشعب كان في نهضة امتلاك، أريحة سقطت في نهضة غير عادية. بعدين في عدد 1 يقولك وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا. عخان ابن كرمي ده كان من سبط يهوذا، أخذ من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. طبعا لما تروح بقى تشوفها أخذ إيه، يقول لك في عدد 21 رأيت في الغنيمة رداء شنعريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقل، فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. عمل إيه عخان هنا؟ عمل مشكلة كبيرة. ليه؟ تقولي ده عخان من سبط يهوذا. أقولك آه، بس خلي بالك، ارفع إيدك قول باسم يسوع، باسم الرب يسوع، لا أحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. لأن دي أحد الاستراتيجيات في النهضات كمان بشكل عام. النهضات دائما يصاحبها نجاح، والنجاح ده يصاحبه بركات مادية. أحد الأخطار إيه؟ إنه محبة المال، محبة العالم تدخل إلى هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمهم الرب في النهضة، أو الذين هم مرتبطين بالموجة النهضوية. ارفع ايدك قول باسم يسوع الرب يقدسنا. ايه اللي بحكيه لك ده؟ لماذا فشلت بعض النهضات؟ زي ما بندرس لماذا نجحت النهضات، بندرس لماذا فشلت. ليه؟ لانه ممكن محبة العالم دخلت. لانه ارفع ايدك قول باسم يسوع يا رب احفظني من محبة العالم. عشان كده واحدة من الحاجات لابد ان تتزامن مع البركات المادية في النهضات هي نهضة عطاء. يعني لازم. ليه؟ لأنه ربي يبارك في نجاح غير عادي، في اكتفاء مادي، في بركات مادية، بس في نفس الوقت في عطاء غير عادي. ارفع ايدك قول باسم الرب يسوع، قول باسم الرب يسوع. في النهضة العظيمة اللي الرب استخدم فيها بول وايشو في كوريا، يقولك أحد المؤشرات كانوا هم ملتزمين جدا، يعني بيراجعوا الكشوفات بتاعت الاعضاء بتوع الكنيسه بتوعه، مع انهم وصلوا لغايه 1.25 مليون عددهم في وقت من الاوقات، او 1.2 مليون، بس يقول لك الشيوخ بيراجعوا يشوفوا هل العطاء ارتفع في حياه الاخوه وفي حياه الاخوات ام لا. لانه يقول لك لو العطاء ما ارتفعش ده هنا في مرض روحي. شوف مش ثابت، مش شوف العطاء ثابت ولا لا، شوف العطاء ارتفع. لأنه العطاء ارتفع يعني أيضا البركة المادية ارتفعت، يعني النجاح. يعني ارفع ايدك قول باسم الرب يسوع عطائي يرتفع للرب، وكل ما الرب يباركني أكتر كل ما أعطي للرب أكتر. قصص كثيرة تجدها لأشخاص كانوا أمناء في العشور، باركهم الرب أكتر، العشر بقى 3 أعشار، باركهم الرب أكتر، 3 أعشار بقوا 6 أعشار، باركهم الرب أكتر، بقوا يدوا هم للرب كل حاجة ويحتفظوا نفسهم بالعشر. ده ايه؟ عطاء، نهضة، نهضة في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك وقول باسم يسوع. واحنا بنصلي للنهضة لازم بيعمل ايه الرب؟ عايزك تتخيل النهضة،
نهضة يعني تقديس، نهضة يعني ما فيش حاجات مستخبية، نهضة يعني اعتراف بالأخطاء وبالخطايا، نهضة يعني إدراك للرب. الأسد اللي عايز النهضة توسع وهو في نفس الوقت الخروف اللي بيعالج أخطائي. نهضة يعني نجاح وبركة مادية واكتفاء، ونهضة يعني عطاء. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك قول باسم يسوع، كل ما نسمعه يزيد في وسطنا، يزيد 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 في اسم الرب يسوع. هنا عخان مع انه من سبط يهوذا، هذا تحذير. ليه؟ لانه خلي بالك ايضا، ما هو ابليس قبل ان يسقط، واحده من المهام الاساسيه اللي كان بيعملها انه كان بيعمل ايه؟ بسبح. ابليس ده كان بيسبح، بس لانه انحصر في ايه؟ انحصر في جماله، وهو كان جميلا بالفعل، لانه واقف قدام مصدر كل جمال. يا رب احفظنا من محبة العالم، احفظنا من الانحصار في الذات، احفظنا من الرسائل الذات، ومن وصف الامور اللي في العيان والضعف اللي في العيان، زي ما يهوذا عمله وقت نحمية. ارفع ايدك قول باسم يا رب، احفظني 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 بنيران، احفظني بنيران حقيقية باسم الرب يسوع. بس عايز اجيب لك مثل عكسي من سفر أرميا اصحاح 35. دول اشخاص انتموا الى سبط يهوذا. ارفع ايدك كده لو انت خدمتك في التسبيح او انت باي شكل، ارفع ايدك، دي صلاة خاصة لاجل المسبحين. قول يا رب أزداد أمانة في اسم الرب يسوع. وإحذر لو أنت مسبح، أو لو أنت بتخدم في التسبيح، أو لو أنت ومحتفظ بخطية في حياتك، هذا تحذير. ليه؟ لأنه الرب لا يريدك أن أنت تجد نفسك في بقى مشكلة روحية كبيرة. وفي ليه؟ لأنه لو أنت مستهين يوم بعد يوم بعد يوم، ستجد أن الحضور الذي تقترب إليه بيبتدي يحرق حاجات في حياتك. ارفع إيدك قول باسم يسوع، لا استهانة، لا استهانة، والمسبحين لا استهانة. ولو أنت في فريق تسبيح قول باسم يسوع، لا استهانة. ولو انت في اي ما يخص الصوت او الاوديو، او قول باسم يسوع، لا استهانة. ولو انت مش بتعمل اي حاجة بالحاجات دي بس مؤمن عادي، عندك لابد ان تسبح الرب، قول لا استهانة في اسم الرب يسوع. مش هستهين بعلاقات فيها نظرات مش مقدسة، مش هستهين بلمسات مش مقدسة، مش هستهين. يا رب في اسم يسوع، لتأتي بنيران الروح القدس وتحرق في هذه الليلة. قداسة في اسم الرب يسوع، قداسة، قداسة بين أزواج وزوجات، قداسة في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك قول باسم يسوع، باسم الرب يسوع. بص أرميا 35، الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في أيام يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم. يقول لك الركابيين دول أشخاص مش من الشعب، لكن في آراء مختلفة فيهم. يعني أحد الآراء القوية، لو رجعت إلى أخبار الأيام الأول أصحاح 2، ده بداية الخيط. عدد 3 هنا بيقول الأنسال، في عدد 3 يقول لك بنو يهوذا، أخبار الأيام الأول أصحاح 2 عدد 3، بنو يهوذا، نقطتين فوق بعض زي ما احنا شايفين، ويبتدي يتكلم. وبعدين يصل إلى عدد 55، فيقولك: وعشائر الكتبة سكان يعبيص. دول ايه؟ دول كلهم دول سبط يهوذا. ترعاتيم
وشمعاتيم وسوكاتيم هم القينيون الخارجون من حما أبي بيت ركب. فده إيه ده؟ هنا بيقولك إنه الركبيين دول هم القينيون، أو ده أحد الآراء، أو بشكل ما كده هم القينيون الخارجون من حمة أبي بيت ركاب، يعني كأنه في علاقة ما بين الركبيين والقينيين. رأي آخر يقولك دول من أقارب يسرون حمو موسى. رأي تاني يقولك ده خرجوا مع الشعب من أرض مصر. ما فيش اتفاق، بس المهم انه ايه، انه هؤلاء الركبيون ما كانوش بالطبيعه من الشعب، وبعدين انضموا الى الشعب وطعموا في سبط يهوذا. بص بقى ارميا 35 عدد 2: اذهب الى بيت الركبيين وكلمهم، وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع واسقهم خمر. ده الرب بيقول ارميا، روح بيت الركبيين كلمهم، خدهم ادخل بيهم مخدع، يعني ايه؟ يعني ما حدش هيشوفكم. واسقهم خمر. فاخذت يزانيا ابن ارميا ابن حبصينيا واخوته وكل بنيه وكل بيت الركبيين، اخذهم بقى كلهم كده، ودخلت بهم الى بيت الرب الى مخدع بني حنان ابن يجدليا رجل الله. يعني أخذهم في مخدع إيه؟ رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء، مكان كويس قوي، الذي فوق مخدع معسيا ابن شلوم حارس الباب. وجعلت أمام بني بيت الركبيين طاسات ملآنة خمر وأقداح. ده مين اللي بيعمل كده؟ أرميا. يعني هنا إيه؟ نبي بياخدهم بيدخلهم في مكان محكم ويحط قدامهم خمر. وقلت لهم اشربوا خمر، فقالوا لا نشرب خمرا، لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. بص، بنو ركاب دول بيرفضوا الأرمية رجل الله بيقولهم اعملوه. ليه؟ لأن عندهم وصية. ده جانب لازم ترى، جانب مشرق جدا لسبط يهوذا. وهكذا ينبغي أن يكون كل ابن وبنت للرب، وهكذا بالأحرى ينبغي أن يكون كل مسبح عنده المستوى الأمانة عالي جدا. لا تبنوا، قال لهم لا تشربوا خمر أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيت ولا تزرعوا زرع ولا تغرسوا كرم ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل ايامكم لكي تحيوا ايام كثيره على وجه الارض التي انتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب ابينا في كل ما اوصانا به الا نشرب خمر كل ايامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا، وان لا نبني بيوت لسكنانا، والا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع. بص الامانه، تخيلوا اب بيقول لاولاده ما ولا يبقى عندكم ولا تغرسوا كرم ولا يبقى عندكم بيت ولا تزرعوا زرع، قال لك احنا امناء لكلمه ابينا الى الابد. ارفع ايدك وقول باسم يسوع اكون امينا يا رب لكلمتك الى الابد. زي دول كده اللي طعموا في سبط يهوذا، اكون امينا ايها الرب. بص يقولوا ايه في عدد 10: فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا. ولكن كان لما صعد نبوخذ رسر ملك بابل إلى الأرض أننا قلنا هلما فندخل إلى أورشليم من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الأرمينيين، فسكننا في أورشليم. بص الرب بقى يقول إيه الأرمية: ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية قائلة هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم، أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلام يقول الرب؟ قد أقيم كلام يوناداب ابن ركاب الذي أوصى به بني أن لا يشربوا خمر فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية. ارفع إيدك قول باسم يسوع،
قول كده، أنا خادم للرب، أنا ابن للرب، سأظل هللويا أمينا لكلمة الرب، لن أطرح أماناتي، لن أسلك بلا أمانة في اسم الرب يسوع، لن أسلك بلا أمانة، لن أسلك، لن أحب العالم، لن أحب نفسي، لن أحب نفسي في اسم الرب يسوع. مرات أقول للناس اللي بتعزف واتعرف أنه في مرات لو أنت بتعلي الآلة بتاعتك عشان أنت عايز تسمع، ده ممكن تبقى إيه؟ ده ممكن تبقى محبة، أنت مركز على نفسك. الرب يريد أن ينقيك، ارفع إيدك قول باسم يسوع، يا رب إحنا عايزين أمور النهضة في وسطنا لا تعاق في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك قول باسم يسوع، لا يا رب لا أصنع أمر إلا والمركز بتاعه هل هذا يسر قلبك أم لا. ده المركز كده، قول كده، قول باسم يسوع والمركز بتاعه يبقى هل هذا يسر قلب الرب أم لا. هل لو أنا بعزف، هل العزف اللي أنا بعزفه ده رب مستمتع بيه ولا لا؟ مش أنا مستمتع بيه ولا لا؟ رب مستمتع بيه ولا لا؟ هل لو أنا بخدم أي خدمة في الاجتماع، مش بس متعلقة بالصوت، أو أي خدمة بعمل ديكور، بعمل واقف برحب بالناس، بقودهم لأماكنهم، هل اللي أنا بعمله ده بعمله كما يسر قلب الرب أم لا؟ دي النهضة، النهضة فيها كل شخص بيعمل كما يسر قلب الرب. أمين؟ ارفع إيدك كده قول باسم يسوع، النهضة مركزها يسوع. النهضة ما أنا بعمل في حياتي في يومي كما يسر قلب الرب. اسمح للرب أن يتعامل مع أمورك الخاصة لكي يستخدمك في نهضة عظيمة. بص أنا هبدأ لك كده في يوحنا، هختم بهذا الشاهد. السامرية حينما تعامل الرب معها، مع أعماقها، عملت نهضة عظيمة. يوحنا 4:1، هقرأ سريعا يعني لن أتأمل كثيرا في هذا الإصحاح، بس عايز أشاور لك على حاجات. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعم التلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى، تقول لي معروف هذا التأمل، كان لابد له، ده يقول لك في الوقت ده كان فيه 3 أو 4 طرق يسوع كان ينفع يوصل منهم، بس لابد له، ده إلزام داخلي ليه؟ عشان يسوع عايز يقابل السامرية. شوف ده في نهضة هنا في السامرة، يعني في نهضة هتحصل في السامرة، عارفين السامرة دي ما آخر مكان ممكن يبقى فيه نهضة في الوقت ده، في نهضة هنا تحصل في السامرة. قول في اسم يسوع، لو حياتي آخر مكان ممكن يحصل فيه نهضة، الرب هيعمل نهضة في حياتي باسم الرب يسوع. كان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. كان هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. كان نحو 6 جاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، قال لها يسوع اعطيني لأشرب، لأن تلاميذ كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب، أنت يهودي أنا امرأة سامرية. وبص بقى، النهضة حينما يقترب الرب إليك بإعلانات متدرجة عن نفسه. بص السامرية بدأت عينيها تتفتح واحدة واحدة، هوريك التدرج، لأنه لما يحصل معاك أمور بسيطة بس متدرجة لأعلى، اعرف أنه دي سكة نهضة الرب ماشيها معاك. هل تؤمن؟ شافته كيف رأته، قالت له أنت يهودي، أول ما رأيته شافته إيه؟ يهودي وأنا امرأة سامرية، اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله من هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. قالت له المرأة يا سيد، كان شايفاه يهودي عادي، بعدين في إعلان بيرتفع، تاخدين بالكو؟ لما الرب يعمل ده معاك آمن أنه الرب واخدك في سكة نهضة، ودائما الرب في 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 طرق النهضة ياخدنا من إعلان إلى إعلان أعلى. قول باسم الرب يسوع يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ بص بقى بدأ يحصل جواه شكوك، هو اللي بتكلم معاه ده في الأول يهودي عادي، وبعدين سيد، وبعدين أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر شرب منها
هو مواشي أجري بيك. عدد 16 قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك بصوا التدرج يهودي عادي وبعدين سيد وبعدين قال لك أعظم من حتى لو هي بتقولها بصيغة شك وبعدين أرى أنك نبي ده إيه سكة نهضة. أما بفتح الكلمة بتقابل مع الرب في إعلانات أعلى يبقى أشكر الرب إنه إيه الرب بينهضني ينهضني الرب من خلال إعلانات الكلمة. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون وبدأت إحنا كلنا عارفين هذا الحديث. وبعدين الرب رد عليها بقى قال لها في رد طويل أخذ منه آخر آية الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. شايف التدرج في الأول يهودي عادي وبعدين عايز تقول له ما تكونش أنت المسيا. الرب أجابها على طول قال لها أنا الذي أكلمك هو. بص موقف شخصي في واحدة عندها مشاكل في حياتها الشخصية ومستعبدة بس الرب بيقترب إليها يقترب إليها وتري عينيها تتفتح 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 إلى أن تراه وتؤمن به هو المسيح هو الرب. هنا إيه اللي ده إيه دي نهضة. في بقى دي حاجة بقى كده تاني أمر آخر مفردات نهضة أهمية العمل الفردي في النهضات. أنت تشوف دلوقتي إذا حصل نهضة هنا في السامرة أهمية أن الرب يكلفك أن أنت تتحدث مع هذا الشخص في التليفون أو أن أنت تقترب من الشخص ده في اليوم العادي عشان تقضي معاه وقت أو تقول لي هو ده إيه ليه إيه علاقة بالنهضة. أقول لك ده هنا الرب بيحط مفردات النهضة جنب بعض. بص هذه السامرية يقول لك في عدد 27 عند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا. حد سمع النهضة؟ هلموا انظر دي بتعمل ايه؟ بتنده عمالة تنده على الناس. دي أحد معالم النهضة ان انت في حاجة قوية جدا حصلت في حياتك فانت عمال تجري تجاه الناس. ما في مش لازم تبقى فريق كرازة زي ما مش لازم يبقى فريق تسبيح عشان الكلام اللي فات ده كله يبقى بتاعك. مش لازم يبقى فريق كرازة عشان تشتعل فتجري. انت بتشتعل بالرب بيعمله معاك فبتجري. رد لينا يا رب اشتعلنا. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع. بص جريت 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 هللويا. هلما انظروا انسان قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح. خرجوا من المدينة واتوا اليه. دي حركة نهضوية دائما لما الاشخاص يخرجوا من بيوتهم ويتحملوا بقى مشقه الطريق وييجوا ويتجمعوا وتلاقي في مرات تلاقي بقى انه الناس بيقعدوا اوقات طويله زي ما كانوا بيقعدوا مع الرب. دي ايه؟ دي ملامح نهضه. ارفع ايدك قول باسم يسوع باسم الرب يسوع. يا رب النهضه تزيد في وسطنا في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع. عشان كده يوحنا المعمدان استخدمه الرب في نهضة عظيمة سنتحدث عنه بالتأكيد. يقول لك في يوحنا المعمدان بس راح وقف كده عند نهر الأردن وبدأ يعمد. يقول لك خرج إليه بقى اللي في أورشليم واللي في الجليل واللي في جميع الكرة. خرجوا ليه؟ خرجوا إزاي؟ لأنه النهضة أوتو جينيريتد. عارفين يعني النهضة بتتولد تولد تلقائي لما روح يشتغل. ارفع ايدك الاثنين وقول يا رب انا مش عايز اعيش حياة اعتيادية باسم الرب يسوع. اي مسبح بيحب العالم الرب يفكك باسم الرب يسوع. اي شخص مش بيعطي الرب يفكك في اسم الرب يسوع. يا رب اصنع نهضة حقيقية اصنع نهضة حقيقية في اسم الرب يسوع. في أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل
قال لهم أنا لي طعام لأكل لستم تعرفونه أنتم. قال التلاميذ بعضهم لبعض لعل أحد أتاه بشيء ليأكل. بصوا أنا بس عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا. في نهضة هنا بدأت وهتشوف الاكتمال بتاعها دلوقتي. في نهضة بدأت وشغالة وفي تلاميذ بيجيبوا أكل وكل اللي هما بيفكروا فيه هو حد جاب له أكل، حد جاب له سندوتشات. الاتنين بيبقوا موجودين مع بعض في مرات. الاتنين بيبقوا موجودين مع بعض في مرات. في نهضة شغالة، يسوع شغال عمل فردي، في واحدة بتيجي بتروح تقول للمدينة. هتشوف ازاي المدينة دلوقتي هيحصل تغيير حقيقي. شوف السامرة بكل ما لها من سمعة سيئة في الكتاب وفي العهد القديم وفي العهد الجديد وما بين العهدين كمان، يعني بتقرأ العهد الجديد تلاقيها بلد نهضات. يعني النهاردة أنا ببتدي لك بنهضة، المرة الجاية أخد لك نهضة تاني من نهضات السامرة. إن استمرت قيادة الرب كما هي، يعني سامرة ولا يعني أي شيء للرب. أنت حياتك عاملة إزاي، ولا عيلتك عاملة إزاي، ولا بيتك عامل إزاي، ولا يعني. الرب يصنع نهضات في أماكن وفي مجتمعات وفي بيوت ومع أشخاص خارج التوقع تماما تماما. شوف التلاميذ المفروض يبقوا مركزين مع الرب. يا رب لا يكون في وسطنا تلاميذ مش مركزين. اوعى تكون في مجموعه تلمذه، في مجموعه تلمذه وبقرا وبعمل بس انا مش مركز مع الرب. رد ليا تركيز يا رب النهارده. هم كل مركزين يقول لك لعل احد اتى بشيء ليأكل. قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. اما تقولون، بص بقى يسوع على طول النهضه هتنط اهي، يقول لك اما تقولون انه يكون 4 أشهر ثم ياتي الحصاد. حصاد يعني ايه؟ يعني نهضه ولا ايه الاخبار؟ بص يسوع مشتعل بالنهضه ازاي، وعارف هو بيعمل ايه، وفي اتجاهه لعمل فردي مش دوره وخلاص. ده عارف انه في العمل الفردي ده في نهضه بتنفجر. يسوع عارف، يقول لهم كده ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد بيضت للحصاد. ارفعوا عينيكم من على الفول والطعميه، انجاز التعبير. ارفعوا عينيكم، او يعني زي ما تحب حط مكان الفول والطعميه اي حاجه تاني. ارفعوا عينيكم، ارفع عينك من على المشكله اللي في بيتك. ارفع عينك، ارفع عينك ليه؟ ارفع عينك ليه؟ بص في حصاد، في ملايين ينتظرون ان عمل الروح القدس يجتاحهم فيصيروا من كنيسه يسوع المسيح. كنيسه اللي بتتحرك، وفي الحركة بتاعتها بيستعلم ملكوت الله. يمكن في مرات جاية نتكلم عن فرق بين الكنيسة وملكوت الله. الكنيسة ايه علاقتها بملكوت الله؟ الكنيسة بتتحرك ازاي؟ ماذا يعني؟ بس شوف يسوع هنا شايف ايه؟ شايف حصاد. الحصاد ده يعني ايه؟ يعني كنيسة بتكبر ويعني امتداد لملكوت الرب. ارفع ايدك قول باسم الرب يسوع يا رب ذهني يفك من محدودية الظروف، من محدودية اللي بعدي فيه. اللي بتعدي فيه ممكن وانت بتجري ورا الرب، بتجري ورا الرب، اللي بتعدي فيه يبقى مجرد علامات كده. يعني الطعام هنا علامة، اللي مش عارف ايه اللي علامة وبس انت بتجري وراء الرب. وممكن اللي انت بتعدي بيه ده يتحول الى محطة بلط عندها. هو نفس اللي كان مجرد علامة وأمر وتعاملت معاه بالسلطان وبالنعمة وبالمسحة وعمال يعدي واحد عايش للرب، واحد تاني حاجة من الحاجات اللي حصلت راح واقف جنبيها وقعد بقى مشكلة اللي في البيت، مشكلة اللي في البيت، مشكلة اللي في البيت من سنة 65. انت مش واخد بالك المشكلة اللي في البيت دي كان المفروض تبقى مجرد حدث حصل، بس انت وانت بتجري وراء الرب المسحه بتغطيها والنعمه بتغطيها وبيحصل رفاده وبيحصل علاج وانت عمال تجري وراء الرب. انت رحت واقف هنا وعملت دي المحطه النهائيه بتاعتك، والرب يقول لك فوق، لانه في حصاد. قول باسم الرب يسوع اكون شريكا في الحصاد. بص يسوع، بص لغه الرب. هاليلويا. قول له كم أحب لغتك أيها الرب. يقول لهم أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، ها أنا أقول لكم ارفعوا عيونكم انظروا الحقول إنها قد بيضت للحصاد.
الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمر للحياة الأبدية. بدل ما أنت واقف في المحطة بتاعت مشكلة بيتك، اجري اجمع ثمر للحياة الأبدية. احصد لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. عارف هنا مين اللي تعب؟ تعب في السامرة يسوع. وهتشوف ازاي في لوبوس في أعمال 8 في أسابيع جاية الرب استخدمه في نهضة غير عادية. عمل ايه في لوبوس؟ دخل على تعب يسوع. استخدام الرب ليك وليا في نهضة حقيقية وفي خلاص للنفوس. وأنا وانت بنعمل ايه؟ نحن نبني على الأساس الذي هو يسوع المسيح. يسوع هو اللي عمل كل حاجة. عايزك تحصد. ارفع ايدك وقول باسم يسوع يا رب احصد. بص النهضة بقى في عدد 39، بص الوصف. آمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. كثيرون من السامريين آمنوا، بس يقولك في عدد 40، ودي أحد معالم النهضة الأكيدة. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، بل نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. الكلام ده بيتقال فين؟ في السامرة. الكلام ده بيتقال في السامرة. بس بص هنا في مستويين لازم وانت بتدرس على النهضات تشوفهم. في مستوى حدث بكلمات المرأة السامرية اللي هي ايه؟ آمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب إيه؟ كلام المرأة في عدد 39. بس في مستوى في 41 يقولك فآمن به إيه بقى؟ أكثر جدا بسبب كلامه. حصل إمتى المستوى ده؟ لما يسوع استعلن. يعني هي حينما تحدثت الرب استخدم كلامها في مستوى من النهضة. بس في مستوى تاني، وده أي نهضة حقيقية لازم بتبقى بترمي إليه. إيه المستوى التاني ده؟ إنه خارج كلماتنا يسوع يستعلن، فيخش أشخاص يتخبطوا في يسوع، ويسوع يتكلم ليهم، ويتكلم ليهم برا الوعظة، ويتكلم ليهم جوه الوعظة، ويتكلم ليهم في الممر، ويتكلم ليهم في الحمامات، ويتكلم ليهم في الشارع وهم داخلين من أول الشارع. ده اسمه يسوع استعلن. ده دي اسمها إيه؟ دي اسمها نهضة في شبرا. اللي هي نهضة على سكيل جغرافي. قول باسم يسوع. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. رب ما بيخافش. حينما ينوي أن يقتحم حياة أشخاص ويقتحم سياق معين، يقتحم ظروف معينة ويقتحم، في اسم الرب يسوع لا يرجع من قدام أحد. ارفع إيدك قول باسم يسوع. باسم الرب يسوع. قول باسم الرب يسوع. ومش هيحصل رجوع في حياتي باسم الرب يسوع، لأنه الأسد الرب. شوف الرب هنا أسد وراء السامرية. الجملة أي شخص متدين ما يحبهاش. يعني رب أسد وراء السامرية، هي راح تكرز ورب وراها. هل تريد أن رب يكون وراءك؟ نقي قوله نقي حياتي. قوله نقي حياتي يا رب في اسم يسوع. نقي حياتي، نقي حياتي من محبة العالم، نقي حياتي من الطبيعي، نقي حياتي من المعتاد في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده وصلي في هذه اللحظات. نقي حياتي لأجل نهضة عظيمة يا رب في اسم يسوع. باسم الرب يسوع. يلا سريعا كده المسبحين والعازفين، سريعا. باسم الرب يسوع. قف في محضر الرب، تعالوا نقف في حضور الرب واسمع الرب وبيقولك الحصاد كثير. أريد أن أفك ذهنك من الطعام البائد، من المشغولية بالماديات، من المشغولية بالأمور المادية. أريد أن أفك ذهنك. النهضة فيها تسديد لاحتياجاتك المادية.
ارفع ايدك عالي باسم الرب يسوع، لا تنتظر، وتتكلم مع الرب. قول له يا رب ايوه انا من سبط يهوذا. هل تعلم انك من سبط يهوذا؟ لانك مسيحي. دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا، دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا، في مكان حدث فيه امتداد للمسحة الرسولية، دعيوا مسيحيين ينتمون إلى يسوع المسيح بالتركيز على لقبه المسيح. وهو من سبط يهوذا، أنا من سبط يهوذا. ارفع إيدك عالي كده، قول باسم يسوع. وجه الأسد هو علامة الراية التي فوق حياتي. جميل هو الارتفاع، جميل هو الارتفاع. ارفع إيدك عالي، قول باسم يسوع. تعالى بهبات الروح أيها الرب. نرتفع نرى نتهلل. نتهلل عشاء عرس الخروف، عشاء عرس الخروف. نتهلل بالآتي: أسد يهوذا، أسد يهوذا يحسم المعارك. ارفع إيدك عالي، أسد يهوذا الأسد الحمل. القائم من بين الأموات، الذي لا يخشى ضعفاتي، المستعد أن يعطيني إسحاق عند سن 100 سنة، ويعطي سارة، يجعل ساراي سارة، وبالإيمان تأخذ قدرة على إنشاء نسل. هو الأسد الغالب الخارج من وسط تسبيحاتنا، المستعلن من وسط تسبيحات الإكليسية التي في أصلها كينونيا، جماعة متحدة مرعبة مرهبة كجيش بألوية، كنيسة لها رتبتها لها ترتيبها، مقتحمة لأركان هذا العالم، معلنة ملكوت الرب. نهضة مسحة إتمام لكل مشيئات الرب في هذه الأزمنة، مسحة إتمام لكل مشيئات شخصية ولكل مشيئات جماعية في اسم الرب يسوع. مسحة إتمام في البيزنس بتاعك، في الشغل الخاص بتاعك، عشان ده جزء من النهضة. شغلك الخاص جزء من النهضة، معرض بتاعك جزء من النهضة، حرفة بتاعتك وتقدمك فيها جزء من النهضة.
زي ما قداستك جزء من النهضة. قداستك فاونديشن يتبني عليها النجاح. الاثنين مش متساويين. قداسة فاونديشن، نجاح بناء. اوعى الفاونديشن يهتز، اوعى القداسة تهتز، اوعى القداسة تهتز، اوعى التكريس يهتز. عشان دي الأساس اللي بيبنى عليه نجاح. قداسة ونجاح. تقوى ونجاح. قداسة هي أساس النجاح. بناء. رتب الأمور في الحياة الروحية بشكل صحيح، لأنه النجاح ممكن تكتاز في مناطق يبدو فيها وكأنه نجاح مش في أوجه، مش في أعلى حتة، زي ما بولس قال أستفضل وأجوع. لو بنتكلم حتى عن النجاح المادي أو الاكتفاء المادي، ده مش أساس. ده البناء اللي بيبنى. ما هو الأساس؟ قداستي هي الأساس. ارفع ايدك عالي وقول باسم يسوع قداسة. قداسة لسبط يهوذا. قداسة باسم الرب يسوع. رشكتك. قداسة. نغتسل مغتسلين بدم الخروف الآن أيها الرب. الآن أيها الرب. قداسة. الآن أيها الرب. انفصال عن العالم. انفصال عن محبة العالم. لا عخان في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك واعلن معي. لا عخان في اسم الرب يسوع. لا عخان في اسم الرب يسوع. لا أجزاء من سبط يهوذا. كل اللي شايفينه التراب. ارفع ايدك عالي. يهوذا بيشوف ذهب على فكرة. سبط رؤية ذهب كده. ارفع ايدك عالي وقول باسم يسوع. يهوذا بيشوف ذهب في اسم الرب يسوع. يمتلئ بالذهب. ذهب ده لون المجد، لون العبادة. هاليلويا. ذهب لون المجد، لون العبادة. مدينة مليانة ذهب. المدينة فيهاش تراب. مدينة ما فيهاش تراب. المدينة مليانة ذهب. تراب ده أكل الحية. اطرد إلى الخارج كل تراب في حياتك عشان الحية ما تلاقيش حاجة تاكل. اطرد إلى الخارج كل تراب في اسم الرب يسوع. ابدأ فترة جديدة، زمن جديد في حياتك، سنة جديدة. هاليلويا. سنة يوبيل، سنة عتق. اليوبيل هو سنة عتق. ابدأ سنة عتق. شوكي يا كاراتوسو. ابدأ سنة عتق. نعم عتق 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 عتق. سنة مجد. كوريريبي الشيكيريبي يا رانابوش. تقول لي احنا عدى كتير من السنة. أقول لك يغير الأوقات والأزمنة. يبدأ معك سنة جديدة في شهر 8. عملها مع الشعب قبل كده. بدأ سنة جديدة في شهر 7. بدأ سنة جديدة في شهر 7. غير الكالندر. قال لهم شهر 7 يبقى أول شهور السنة. يبدأ معك. زمن جديد وسنة جديدة. يهوى خلاص. يا هو رايت إله نهضات. أسد جبار لا يرجع من قدام أحد. ما بيرجعش لما إبليس بيخوف.
ما بيرجعش لما إبليس بيعمل أمور مخيفة، ما بيرجعش، يظل يزأر. وزئيره يجمع البنين ويجمع البنات، وزئيره يعمل نهضات، وزئيره يجيب قداسة، وزئيره يفجر الرؤى. هللويا هللويا. وزئيره مليان قيادة بالروح، زئيره مليان قيادة بالروح. هللويا. الأسد جبار الوحوش لا يرجع من قدام أحد، عظيمة خطوته، عظيمة خطوته، عظيمة خطوته حينما يخطو إلى مناطق ليصنع نهضات، عظيمة خطوته حينما يأتي بالسماء على الأرض، عظيمة خطوته حينما تلتحم. هاليلويا. سماواتنا مع أرضنا، تأتي السماء. هللويا. ليأتي ملكوت كما في السماء كذلك على الأرض، كما في السماء كذلك على الأرض. قولها بسلطان، كما في السماء كذلك على الأرض، كما في السماء كذلك على أرضي، كما في السماء كذلك على أرضي، كما في السماء كذلك على أرض متزوجين في وسطنا في هذا الاجتماع، كما في السماء كذلك على أراضيكم، كما في السماء كذلك على أرضك لو بتتابع عبر الإنترنت. هللويا هللويا. بسرعة في الروح، في كذا ترنيمة ترنمت واحنا ما قلناهاش، معرفش كنت حاسس ولا لا، في ترنيمتين ولا حاجة ترنموا واحنا ما قلناهمش. هللويا هللويا. أعطانا الأرض ملكا لنا، آيات وعجائب ترى عيوننا، أعطانا الأرض ملكا لنا، آيات وعجائب ترى عيوننا. إله عظيم إله قدير، يقول فيكون يحبر فيصير. إله عظيم إله قدير، يطول فيكون يحفر فيصير. ميراث لا يفنى ولا يضمحل، محروس بقوة الله لا يقل. ميراث لا يفنى ولا يضمحل، محروس بقوة الله لا يقل. قيام يسوع أطلق الحياة، فداء للشعوب ونور للأمم. قيامة يسوع أطلقت حياة، فداء للشعوب ونور. أقام عهدا، أقام عهدا أبديا معنا، كلمته تملأ قلوبنا. أقام عهدا أبديا معنا، كلمته تملأ قلوبنا. قد سالت دماء لتطلق فداء، حياة ورجاء إيمان والشفاء. قد سالت دماء لتطلق فداء، حياة ورجاء إيمان والشفاء. قد أعطانا الأرض ملكا لنا، آيات وعجائب ترى عيوننا. أعطانا الأرض، أعطانا الأرض ملكا لنا، آيات وعجائب ترى عيوننا. إله عظيم إله قدير،
يقول فيكون يقول فيصير هللويا يقول فيكون يمر فيصير ميراث لا يفنى ولا يضمحل محلوس بقوة الله لا يقل ميراث لا يفنى ولا يضمحل محروس بقوة الله لا يقل قيامة يسوع أطلقت حياة في دار الشعوب ونور الأمم قيامة يسوع أطلقت حياة في دار الشعوب ونور الأمم ونخرج ونبصر الرب يعمل معنا يخلص يحرر يشفي يقيم الموتى ونخرج ونبصر الرب يعمل معنا يخلص يحرر يشفي يقيم الموتى أبواب الجحيم لم تقوى تقوى أبواب الجحيم لم تقوى علينا أبواب الجحيم لم تقوى لم تقوى أبواب الجحيم لم تقوى علينا قد صعد رب الجنود يقود أجناد الشعب نعلن سلطان جيش الإيمان منتصرا في الحرب قد صعد رب الجنود نعلن سلطان جيش الإيمان منتصرا في الحرب أبواب الجحيم لم تقوى لم تقوى أبواب الجحيم لم تقوى علينا أبواب الجحيم لم تقوى لم تقوى أبواب الجحيم لم تقوى علينا يسوع قاس داس الشيطان أنهى شوكات الموت هللويا عبر أبواب ورد كل سبيل يسوع قام داس الشيطان أين شوكات الموت حتى مصوار عبر أبواب ورد كل سبيل أبواب الجحيم لن تقوى لن تقوى أبواب الجحيم هللويا أبواب الجحيم لن تقوى لن تقوى أبواب الجحيم هللويا ارفع ايدك عالي كده باسم الرب يسوع سيكون هناك وقت قصير للصلاة بوضع اليد بس ارفع ايدك عالي واعلن ان اي شكايات يصنعها العدو او يوجهها ضدك لابطاء النهضة لكي تنشغل بامور جانبية اعلن ان هذه الشكايات نواجهها بقوة الدم الان ارفع ايدك عالي واعلن باسم الرب يسوع احبائي اشعر باهمية هذا الامر قاوم الشكايات بقوة الدم ابطل الشكايات بقوة الدم شكايات يعني أفكار سلبية ضدك يعني كلمات العدو بيقولها أكد بيها أخطاءك خطاياك واسمع الرب النهاردة وهو يقول انزعوا عنه الثياب القذرة يلبسك الرب الحلة الأولى ألبسوه ثياب مزركشة عمامة طاهرة خاتم ارفع ايدك عالي وقاوم الشكايات بقوة الدم الآن باسم الرب يسوع نبطل الشكايات الآن أي شكايات تأتي من أي دوائر نبطلها بقوة الدم أي
أي شكايات تأتي من أي أشخاص مبطلها بقوة الدم، أي شكايات العدو عايز ينشرها في سماوياتك الآن، ارفع يدك واعلن قوة الدم ضد هذه الشكايات. لا يستطيع العدو أنه يرش أي شكايات في أجواءك. لا يستطيع العدو أنه يحرك ضدك أرواح شريرة بسبب كلمات أشخاص. نبطل هذه الحركة الآن. أي أرواح شر اتحركت بسبب كلمات أشخاص، يمكن كلمات أشخاص في موضع خدمة، باسم الرب يسوع نبطلها الآن. باسم الرب يسوع أي أرواح شر أخذت قوة من كلمات قيلت علينا، نبطل مفعولها الآن بقوة دم الرب يسوع. ونعلن تعويضات الرب لنا. زي ما الرب عوض يهوشع، رجال آية وتنحل قوة الأفكار اللي وراء الكلمات والأفكار المتركبة في بعض، باسم الرب يسوع تفكك الآن فتفقد الكلمات قوتها، والاستنتاجات الخاطئة تفكك الآن بقوة الدم، دم الرب يسوع. نهتف معا بدم الرب يسوع. دم يسوع أخرجنا من تحت سلطان الظلام، نقلنا وفصلنا عن سلطان الشيطان. دم يسوع أخرجنا من تحت نقلنا وفصلنا عن سلطان الشيطان. يحاربنا نوانا يقدرون علينا، الرب يحفظنا يوصي ملائكته بنا. يحاربنا نوانا يقدرون علينا، والرب يحفظنا يوصي ملائكته بنا. دم يسوع أخرجنا من تحت سلطان الظلام، نقلنا وفصلنا عن سلطان الشيطان. دم يسوع أخرجنا من تحت سلطان الظلام، نقلنا وفصلنا عن سلطان الشيطان. شعب الرب أسعد ليس من يخيفه، لا يرغمه عدو ولا يذلله. شعب الرب أسعد ليس من يخفه، لا يرغمه عدو
ولا يزال نذوب دم يسوع أخرجنا سلطان الظلام نقلنا وفصلنا. ارفع ايدك قبل ما تسبح تاني، قول باسم الرب يسوع اي كلمات قيلت على حياتي من خدام او من اشخاص في موضع سلطه روحيه، بس قيلت بدون تمييز، قيلت لاي سبب من الاسباب، اي ضعف لا يكون لها تاثير عليا. ارفع ايدك عالي كده واعلن باسم الرب يسوع أي كلمات فيها سوء فهم باسم الرب يسوع لا يكون لها تأثير عليا. رب ينقي حياتي، نقي 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 رب. أي أرواح شر تحركت بسبب كلمات قيلت بجهل من أشخاص في موضع سلطان باسم الرب يسوع الآن نوقف، نوقف تأثير هذه الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، يفنى عملها. شفاء للقلب، شفاء الآن، كل تعب في القلب أتى نتيجة وصف مش صحيح. ولما سمعت الأمر ده تعبت بساعتها وأنا تعبان، الآن شفاء كامل، الآن شفاء كامل. كل صراع اتزقيت فيه بسبب جهل من أشخاص أو من قادة أو باسم الرب يسوع الآن شفاء كامل، تشفى أرضك بشكل كامل. ارفع إيدك واعلن إيمانك. هو يشفي الرب الأرض، يشفي الرب الأرض. أحد أوجه النهضة عمل فائق للروح القدس بيشفي الأراضي، بيشفي الماضي، بيشفي الماضي وبيشفي الأراضي باسم الرب يسوع. تطلق في مستوى جديد، ويستخدمك الرب لتأتي بنفوس كثيرة باسم الرب يسوع. تنبأ على كل شخص في هذا المكان، من يصير مشتعلا بالروح فيتحدث مع نفوس كثيرة عن الرب، تخرج تلاقي في حاجة جوه الروح مشتعل، تلاقي نفسك بكره بتكعمال تتكلم عن الرب باسم الرب يسوع. الان تغييرات في الشخصيات وامتلاء بالروح القدس وثمر وفير، اشتعال وثمر وفير، تغييرات جذريه الان في شخصياتنا باسم الرب يسوع. تجد نفسك مشتعل بالروح، روح يعمل فيك بقوة غير عادية. هاليلويا. ولا تخسر مواقف يعطيها لك الرب لتعلن اسم وتعلن عن محبته. ارفع ايدك الاثنين وقول للرب كده، يا رب لا اخسر اي مواقف انت بتدهاني، لا انشغل بامور العالم، شعلنا بالروح القدس يا رب. والوقت اللي باقي من هذا الاجتماع وقت الصلاه بوضع اليد، شعلنا بالروح القدس سواء
بنصلي ليك بوضع اليد أم لا؟ آمن أنك في هذا الوقت ازداد اشتعالك بالروح. هاليلويا هاليلويا، قول هاليلويا هاليلويا هاليلويا، ادي المجد للرب بقوة. هاليلويا